اليوم 20/7 للأسف مثل ما توقعت الأم كتلة الفرخ. يعني هذا أتوقع أنه لأنه أول تجربة إلها، يعني لازم تصير هاي الحالة، أو لأنه هجين تحس أنه الفرخ مشوه. هذا الفرخ تحس انه مشوه، ف هسه شامبرت لي اياه فوق المعلف. طبعا سمين هو، لان يوم 16 صار التفقيس، اليوم 20 الملامح واضحه عندنا مال الماليزي. شوفوا المنقار شلون اقشم، منقار اقشم واللون اطوخ للأسف. مع الأسف هذا أول إنتاج للهجين بالنسبة لي من فحل ماليزي ونثية عراقية، لكن ما انتهت المحاولة بصورة ناجحة. السبب مثل ما قلت لكم، أنا أقول يعني إنه لأنه أول إنتاج، او لانه اليوم ما لحقت اخلي لها القضابي. والله هاي القضابي هي مخلصه، انا البارحه خليت لها كميه زينه بالليل، بس هو خلصان بعد ما اعرف شو سبب الاكل زين، انهم او يجوز لانه اول تجربه لها بالهجين بعد ما اعرف. الحمد لله والشكر، ما دام احنا وصلنا لهاي المرحلة ورهامنا فحل ويا نثية انتهى الموضوع. بعد حتى لو على الموسم الثاني الجاي ننتج ماكو اي مشكلة، ما دام الطيور رهمن وانتجن الحمد لله والشكر. تحياتنا لكم، وراح تشوفون المراحل من يوم اول، من اول يوم وضع البيضة لحد هذا اليوم. تحياتنا. يلا السلام عليكم شباب، تحياتنا لكم. هذا تكمل الفيديو مالي اليوم قبل ما انزله، قلت خلي اشوف البيضة وبنفس الوقت خلي اشرح الفرخ اللي طلعناه، لان هاي فرصة ما تتكرر حتى نعرف شنو سبب الموت. فهاي البيضة هسه قدامكم تشوفوها ما شادة نهائيا، هاي البيضة اللي باقية كانت بالعش ما شدت عندنا. بالنسبة للفرخ هنرجع هنا، هاي الحمامات بعد ما معشيهن توني جيت. بالنسبة للفرخ، لزامة الفرخ شرحتها اليوم، يعني أنا عبالي إنه شنو بسبب الأكل، يعني لأنه شوية تأخرت أنا اليوم، صعد تقريبا بثمانية يوم، يعني بالستة صعد لهنا نطيهن اليوم بثمانية، يعني صاعد عبالي بسبب الأكل. باوعت الأكل جدا طبيعي، يعني شقيت الحوصلة مالته، الطير تارس يعني أمه ما مجوعته، التغذية كلش حلوة كانت، يعني السمين هو مو ضعيف ما متروك نهائيا لغاية البارحة بالليل موكلته، من فتحت الحوصلة اللي لقيت بيها قبابي ولقيت بيها جزء من الباتي زين. فالمشكلة وين؟ المشكلة تفاجأت انه بالرئة مالته، الرئة وحدة صغيرة ووحدة كبيرة، يعني اكو فرق بيناتهم شلون اقول لك تقريبا ضعف. المشكلة انا ما قدرت انزل الفيديو حتى لا يصير حجب بي على فئة معينة، تعرفون الحقوق مال النشر، فيخرب الموضوع هذا كله عندنا. فالموضوع مال الرئة اكو فرق صاير بينات الرئتين، يعني اكثر من الضعف وحدة اليمنى عن اليسرى بالنمو مالتها، اما باقي الجسم لا، القلب باوع عليه، الامعاء مالته، الدم. طبعا الدم بالمناسبة هو اصلا من طلعته انا كان بيه حرورة، يعني لين مو يابس وما بي اي ريحة مال تفسخ. العجيب بالموضوع، يعني شوف ذكاء البلابل وذكاء الام خصوصا، شايلته ذابت لي اياه بالمعلف، هي من فقست البيضة خلت لي القشر هم بالمعلف. لقيت اليوم الفرخ قدامكم هم ذابتها بالمعلف، ليش؟ حتى تشوف لي اياه للفرخ، حتى اسحبها من القفص وما يصير تفسخ ويصير ريحه بال 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 بالمكان. المهم هسه هاي النثيه هي قبالنا، اذا شوفوها تو اليوم راح تتحول انا اتوقع على العش الجهه اليسرى، لان هي فرخت بالجهه اليمنى، فاتوقع راح تبدي تجمع بالجهه اليسرى. راح اسوي فتحات بالسقف ازرع بها الكاميرا حتى اقدر
اراقب براحتي، لان مثل ما شفتوا كانت تمنعني من المراقبه، كل ما اتقرب تضرب الكاميرا وظلت تروح وتجي. يجوز هذا السبب، يجوز ما اعرف انا، يعني هذا اهم شيء وارد انه احتمال بسبب انه تقربت هوايه انا، يعني نفره الفرخ ما اعرف بعد، بس الفرخ صحته حلوه كانت، سمين ما مضروب نهائيا، شبعان، يعني كل هاي الشغلات انا شيكتها طبيعيه. احنا ان شاء الله متواصلين، ما دام انا وصلت لهاي المرحله الف الحمد لله وشكر، حتى لو مات الفرخ هذا الشيء بالنسبه لي كل زين. عندي هذن الزوج اول ما بيضت ما شد البيض نهائيا، بعدين شدت بس بيضه واحده من المجموعه وهذا الفرخ مات، بعدها بدت تنتج طبيعي الامور. بالمناسبه طبعا هسه جوها بس بيضتين زين، فهسه هاي الام العراقيه هاي او ابيض الخدين ويا هذا الماليزي بس مره واحده، اول مره ما شد البيض مالتها، اول بيضه كانت ذبتها انه كانت هي بطنها اصلا البيضه فذبتها طبيعيه، وراها بيضه ما شد البيض. مع العلم انا شفت الفحل، شفت الفحل يلقح طبيعي، لكن اكو مشكله وين بالفتحه التناسليه اللي بينات، لان النثيه اخشنه من الفحل فما يوصل بالتلقيح. التلقيح البياض هذا الاخير اللي انتجنا منه هذا الفرخ شدت بس بيضه واحده، اسوي وين الفحل؟ فحل ختل، شوفوا ذاك هو الفحل خات اللي فوق بالزرع. فالبيض شدت بس وحدة والباقي ما شد. إن شاء الله هالمرة بلكت الله نتوفق ويشدن فد بيضتين على الأقل أو ثلاثة، أو هي بلكت هي تصعد، لأن هي هالمرة بيضت بس اثنين وهاي هم بيضت بس اثنين. وكهواية من الشباب منتبه سنة على التعليقات دي يسألون نفس الموضوع إنه طيورهم بيضت أربعة أو ثلاثة وهسه بس بيضة لو بيضتين، فكل هذا بسبب الجو. حتى لو ما لحق ثاني هالموسم إن شاء الله انتهى الموضوع، بعد إحنا ما دام والفنا نثية وفحل ماليزي وانتجنا من العتين انتهى الموضوع، يعني ذني الطيور دمهن راهم وماكو مشكلة. اما البقية بعد احنا ننتظر وياهن. هاي هنا عندي ثلاثة فحل هملاية زين، ونثية ماليزية وفحل عراقي، بعد لي هسه ما بين منهن شيء، يعني خالي ثلاثة لوش حتى يكون اكو فدم راهم، يعني نحصل فرص اكثر. هنا عندي نثية هملاية تخمين طبعا، وياها فحل عراقي، هذاني هذا الفحل العراقي، وهاي النثية الهملاية اللي هو تخمين طبعا مو اكيد. بعد احنا ننتظره الله كريم. كل هذا اللي سويناه والحمد لله وشكر، وصلنا لهي المرحلة وان شاء الله مستمرين. قلت لكم انا مثل ما وعدتكم دائما انشر الايجابي والسلبي، يعني حتى الكل يتعلمون. انا عندي تجربة، انت عندك تجربة، عند فلان تجربة، المفروض الكل تنشر، حتى واحد يتعلم من اخطاء الثاني، واحد يتعلم من تجارب الثاني، وتنتشر المعلومة الصحيحة. تحياتنا لكم. اليوم 4/7 النثية العراقية اللي ويا الفحل الماليزي هاي بعشها بيضتين، يعني الظاهر مبيضة البارحة واليوم أو ودت البارحة واليوم ما أعرف. هاي بيضتين المشكلة، أنا يعني عندي مشكلة بالكاميرا ما قاعد تثبت، وهي هاي تضربها دائما، يعني كلنا نخليها شوفوه. ماذا يبين عندي بيضتين ولا ثلاثة؟ بيضتين، هاي بيضتين نثية العراقية ويا الفحل الماليزي، اليوم 4/7. اليوم 15/7 مثل ما تذكرون انا يوم 4/7 نزلت لكم، قلت لكم بيضتين بالعشية، يعني الاولى يوم 3/7، يعني اليوم لها 12 يوم. خليت لها اليوم مي تحسبا، اذا كان البيض مفقس لازم ملقح حتى تحسبا للتفقيس، يسهل عملية تفقيس المي بواسطة البخار اللي راح يصير بالريش. دين انتظروا الله كريم. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي أول عملية تهجين
ببغداد، فحل ماليزي، نثية عراقية، فحل ماليزي ونثية عراقية. أول تهجين ببغداد، الثاني أو الثالث على مستوى العراق. اللهم صل على محمد وآل محمد. ألف الحمد لله والشكر. اليوم 16/7، هاي البيضة الأولى فقست، الأب ماليزي، النثية عراقية، أول تهجين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ما راح تعبنا. ألف الحمد لله والشكر. اليوم 17/7، البيضة الثانية ليس من فقسة، بس الفرخ الأول اللي فقس عندنا البارحة، نثية عراقية، فحل ماليزي. مثل ما قلت لكم هاي أول عملية تهجين على مستوى بغداد. البيضة الثانية ليس ما فقست، يعني معناتها ماكو توقيح. اليوم 19/7، عمر الفرخ 3 أيام صار، البيضة ليها هسه ما فقست الثانية. طبعا الكاميرا أنا ما أقدر أثبتها لأن الأم تضربها، يعني كل ما أخليها توخرها فتصير شغلتنا مؤقتة. تشوفون تسمعوا صوتها شلون تحاول ترجع للعش. 19/7، 3 أيام عمر الفرخ، الفرخ من أم عراقية وفحل ماليزي، يعني إنتاج هجين. عندكم الأب ريجي الأم. اليوم 19/7، أنا البارحة غلطت بالتاريخ قلت 19، بارحة 18، اليوم جمعة، عمر الفرخ 4 أيام. البيضة اللي هسه ما فقست الثانية ماكو توقيح، تعراقب النثية على مود توكله، قاعد تاسع تقريبا 5 مرات باليوم حتى نراقب الموضوع. تدرون الموضوع خطر، يعني خافت النفرة أو تكتلها. هسه هي تحاول ترجع للعش بسبب الكاميرا، ها كل ما أخذ الكاميرا هيج تخاف. هسه حتى الرؤية مو واضحة عندي لأن الكاميرا متحركة، إذا تروح وتجي حياتنا لكم.